السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودة إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنا الإنتر أي أم إنتر، والذي يأتيكم برعاية رابطة الإنتر في الإمارات. حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن الإنتر المتخبط، الإنتر الذي يلعب سطرا ويترك سطرا، الإنتر في الدوري ما بعد الديربي، والإنتر في الشامبيونز ليج ضد بورتو، فتابعونا. قبل الحديث عن الانتر ما بعد الديربي، هناك الانتر ما بعد كأس العالم. الانتر يلعب سطرا ويترك سطرا، الانتر يقلص الفارق مع نابولي، ثم الانتر بنفسه يوسع الفارق مع نابولي بعد ان كان الفارق 8 نقاط، وعودة الروح وعودة المنافسة الشديدة للكالشو، الانتر يوسع الفارق بعد اقل من شهر الى 15 نقطة مع نابولي. الانتر انتصر بعد كأس العالم وفي أول مباراة ضد من؟ ضد مرعب أوروبا لهذا الموسم نابولي، ثم الانتر يتعادل مع مونزا، يعود الانتر لينتصر من جديد، ويعود ويخسر من إمبولي، ويعود وينتصر في الديربي، ثم يتعادل مع الفريق قبل الأخير في جدول ترتيب سامبادوريا. الانتر ذهنيا غير موجود في المنافسة على لقب الدوري، نعم في الموسم الماضي قاتل حتى اللحظة الأخيرة، ولكن هذا الموسم نابولي ليس ميلان، نابولي لا يتهاون في النقاط ضد الفرق الصغيرة، ميلان كان يعطي المجال للانتر، بل الانتر تصدر في مرحلة ما، بينما لم نرى الانتر يتصدر في هذا الموسم. نابولي ينطلق كقطار سريع يدهس كل الفرق أمامه بما فيها جوفنتوس ب5 أهداف، ولكن أمام الانتر، الانتر لعب مباراة مثالية وانتصر بهدف مقابل لا شيء، واستبشرنا بهذا الفوز. ثم الانتر انتصر في الديربي أيضا في الرياض 3-0، ثم في ميلانو بهدف في الديربي في ديربي الدوري، ثم يعود الانتر ليتعثر. مشكلة الانتر، وان كان بعض الاشخاص ينادون بميركاتو وعدم وجود لاعبين، ولكن علينا ان ننوه بان الانتر هو اقوى تشكيلة لاعبين موجودة في الكالشو منذ 3 أو 4 مواسم. الانتر يخسر لان مدربه السيد سيموني انزاغي يظن نفسه مدربا للازيو، وارجع الى خسارات الانتر في هذا الموسم وتعادلاته، سترى ان سيموني انزاغي له يد مباشرة في تردي هذه النتائج. نعم قد يكون اللاعبين سيئين، نعم قد لا يكونون في الفورمة، ولكن عليك أن تعلم أنك عندما تلعب ضد سامبادوريا والذي ترتيبه 19 في جدول الترتيب، فعليك أن تهاجمه في مناطقه ولا تسمح له بأن يتقدم وأن تزيد الكثافة الهجومية. أما مسألة إخراج مهاجم وإدخال مهاجم فهذه لا تصلح مع الإنتر، قد تصلح مع لازيو، ولكن الإنتر كان عليه أن يحقق لقب الدوري هذا الموسم والموسم الماضي. الإنتر يترنح في الدوري ويمشي بخطة ثابتة في الكأس والبطولات التي تعتمد على خروج المغلوب. وإن دافعنا عن سيموني إنزاغي في بعض اللقطات، فإننا أيضا ننوه بأن الإدارة أيضا تلام في بعض المواضع. الميركاتو الصيفي الذي أضاع فيه الإنتر لاعبين سوبر أو 3 فلنقل، وانتقلوا إلى خصوم الإنتر، ديبالا إلى روما، كوستيش إلى جوفنتوس، وأيضا بريمير إلى جوفنتوس، وسوء التعامل مع شائعات الصحافة طوال الصيف ثم طوال الميركاتو وأيضا في هذه الفترة. دومفرس كان لاعبا أساسيا ويؤدي بشكل طيب، بعد كأس العالم دومفرس اختفى بسبب شائعات تأكيد بيعه في الصيف. سكرينيار والمسألة مستمرة، وإن كان سكرينيار أبدى احترافية كبيرة في أدائه في الملعب بعد تأكيد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ولكن الوضع ليس مثالي بالنسبة لدومفريس، وهناك ضبابية حول مستقبل بروزوفيتش، لا أحد من الإدارة يخرج ليؤكد بقاء بروزوفيتش، اعتمدوا فقط على مسألة تجديد عقده بالصيف الماضي. بروزوفيتش وبعد العودة ليس هو بروزوفيتش، نعم يحتاج إلى بعض الوقت
ليدخل في المنظومة، ولكن عودته سوف تكون صعبة جدا لأن هاكان قد ثبت نفسه في هذا المركز بشكل رهيب جدا. وإن كان بروزوفيتش لا يقارن مع أي لاعب، ولكن عليه أن يستعيد حماسه وحيويته ليرجع إلى مركزه الأساسي. ثم هناك أيضا إشاعات لوتارو، ولا نعلم ما هو وضع لوكاكو، ثم تجديد عقد زيكو، وكوريا يبدو أنه قد عفى عليه الدهر بكثر إصاباته. الإنتر يجب أن يتحرك إداريا. الإنتر وعلى الرغم من وجود الخبير ماروتا فإنه يعاني، وهذه هي نقطة الاستفهام. قد نتصور بأن أوزيليو غير قادر على مجابهة الصحافة، ولكن ماروتا جابها الصحافة لمدة 8 سنوات كاملة مع جوفنتوس، فلما لا يجابهها الآن مع الإنتر؟ هل قيد الصيني ستيفن زهانغ يدي ماروتا؟ هذه كواليس لا نعلم عنها. ثم جاء بورتو إلى ميلانو وهو يمن النفس بأن ينتصر على الإنتر في ميلانو، ولكن الإنتر وإنزاغي استطاع حصد فوز مهم جدا للإنتر في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. الإنتر أدار المباراة بتوازن ضد خصم كان قويا وصلبا في الخط الخلفي، وبخاصة في الكرات الطويلة والرأسية والتي اعتمد عليها الإنتر بشكل كبير. الشوط الأول بورتو أعطى الإنتر مجالا لكي يتقدم إلى مناطق بورتو، وكانت هجمات الإنتر كلها تأتي من الجهة اليمنى عن طريق باريلا ودارميان، ولكن الإنتر استطاع أن يضيع تلك الفرص برعونة أو عدم توفيق للوتارو وإيدن زيكو السيء في هذه المباراة. ثم بدأ بورتو بالتنظيم أوراقه وشن هجمات على الإنتر، واستطاع أونانا أن يتصدى تصديا خرافيا لتسديدة لاعب بورتو. الشوط الأول كاد أن ينتهي بتقدم الإنتر عن طريق باستوني، رأسية باستوني لا نعلم كيف استطاع الحارس أن يتصدى لها. الشوط الثاني الإنتر بدأ قويا في 5 دقائق، ثم بدأ مهرجان وسيرك بورتو، فريق قوي جدا ويعرف كيف يتنقل بالكرة من الخط الخلفي إلى الخط الأمامي بأقل لمسات. بورتو استطاع أن يصل إلى مرمى الإنتر وغزا مرمى أونانا كثيرا، وكاد أن يحقق الفوز في تلك الفرصة الثلاثية والتي استطاع سكرينيار ثم أونانا ومن جديد أونانا ثم باريلا من التصدي لتلك الفرصة التي كادت أن توقف قلوب جميع الإنتريستا. ثم جاءت تبديلات إنزاغي بإخراج زيكو السيء وإشراك البيجروم روميلو لوكاكو، ثم أعطى التوازن لخط الوسط بدخول الميزان، ميزان الإنتر بروزوفيتش الذي لعب اليوم مباراة جميلة جدا بعد دخوله، وإن كان دخوله متأخرا بعض الشيء. ثم جاء طرد لاعب بورتو أوتافيو ليعطي الإنتر فرصة، وإنزاغي الجرأة لإدخال مهاجم أو جناح هجومي مقابل إخراج مدافع، واستطاع الإنتر أن يحرز الهدف عن طريق البيجروم في الكرة الوحيدة التي فشل دفاع بورتو من إرجاعها، الكرة الرأسية الوحيدة استطاع روميلو لوكاكو أن يسجل هدف التعادل. إنزاغي وكما قلنا وكما أسلفنا في الدوري شيء وفي مباريات الكؤوس شيء آخر، إنزاغي الذي هاجم بورتو اليوم في الدقائق الأخيرة وأجرى تبديلات حسنت من جودة الإنتر، هو نفسه إنزاغي الذي خاف من أن يهاجم سامبادوريا الذي كان في الترتيب 19. هذا هو إنزاغي، حب فوق وحب تحت. وبالعودة للذكريات، فالإنتر واجه بورتو في موسم 2004-2005 في دور 16، أدريانو حطم بورتو بهاتريك، هاتريك أدريانو في ذلك الموسم، والذي رد به على انتقادات مانشيني بإشارة غير لائقة لمانشيني.